السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الأستاذ العزابي لتربية وتكوين. إن شاء الله نكمل سلسلة الدروس ديالنا في درسها الخامس عشر، واللي غيهم إن شاء الله لا فونكسيون غراماتيكال دو لا سوبوردوني كومبليتيف، اللي هو تتمة الدرس السابق اللي شفنا لا سوبوردوني غولاتيف. دونك هذا غنشوفو دابا كومبليتيف اللي كنا خدمنا في الدرس رقم 13 وتعرفنا على جميع الأنواع ديال لا سوبوردوني. دونك في هذا الدرس ان شاء الله غنشوفوا لا فونكسيون غراماتيكال حتى هي كتحط اسئلتها وما كتحطوا كما غتشوفوا ان شاء الله. فعلا نعطيكم واحد النموذج من امتحانات السابقه ديال المباراه ديال التعليم. دونك تبع معايا اخر فيديو ونخليكم كما العاده مع الدروس السابقه. إذن قلنا إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس الخامس عشر واللي كيهم لا سيبوردوني لا فونكسيون غراماتيكال دو لا سيبوردوني كومبليتيف. وكما كتشوفوا هنايا هذا نموذج من الأسئلة اللي كتحطوا في المباراة ديال التعليم، وغادي نحاولوا إن شاء الله غادي نجاوبوا عليه ونشوفوا علاش شنو هما علاش اختارينا الاختيار داك الاختيار، واش كومبليمون سيكونسونسيال دو مانيير ولا كومبليمون دوبجي ديريكت أو بيان دوبجي ديريكت ولا دو كونسيكونس. دونك أون فا فواغ هذا الشيء كامل إن شاء الله، وتبع معايا وركزوا مزيان في الدرس. دونك غنبداو كما موالفين بلا سيتياسيون دو لا ديكوفير. دونك اون فا فواغ جو ديكوفر. دونك كنشوفوا هذه الوضعيه هذه اللي كما قلت لكم راه دابا حاليا راه كتفهم الدرس وكتعرف حتى الديداكتيك كتعرف التنزيل ديالو كيف يتم. دونك نشوفوا هذه لا فاز ديال لا ديكوفير. دونك ناخذ هذه الجمله الاولى، دونك جو كخوا كو لونفو ا كاسي لا فونتر، اللي هي لا ميم فراز كون ا فيو بريسيدون. دونك هنا نشوفوا هذه الجمله هذه، جو كخوا كو لونفو ا كاسي لا فونتر. دونك هذه سيت اون فراز سيت اون بروبوزيون سوبوردوني كومبليتيف كما شفنا، لان جي ام نيشان مور لو فيرب، فوالا كو جي ام مور لو فيرب. دونك اون فافواغ شنو هو لا فونكسيون غراماتيكال ديال هاد لا سوبوردوني كومبليتيف اللي عندنا هنايا. دونك كما العاده دونك غنسول بحال اللي شفنا في الدرس، غنسول السؤال جو كخوا كوا، جو كخوا كوا. دونك الى عقلتو دائما من كنسول بعد قبل من هذا، الى لاحظتوا على ان شنو قلنا كيجي مور لي فيرب هما لي كومبليمون، لي كومبليمون هما اللي كيجي مور لو فيرب بحال اللي شفنا في الجروب الدرس ديال الجروب نوميناسي جي والجروب فيرب، قلنا اللي كيجي مور لو فيرب سو سون دي كومبليمون. دونك اون فافوار شنو هو هذا الكومبليمون هذا. دونك الى بغيت تسول السؤال جو كخوا كوا، الى عقلت شكون اللي كنسول كوا وكي شنو كيعطينا. دونك نشوفوا جو كخوا كوا، قلنا ملي كنسولو لا كيسيون جو كخوا كوا، ولا ملي كتكون عندنا لا كيسيون كنسول كي، دونك هذا كيكون عنده واحد لو كومبليمون عرفنا السميه ديالو، كيكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هنا الا سولنا حنا هنا جو كخوا كون، دونك لا ريبونس غتكون هي لونفون ا كاسي لا فونيتر، لونفون ا كاسي لا فونيتر. دونك هنايا لا فونكسيون ديال لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هي كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هادي الاولى. دونك ناخذ جمله اخرى، يلا ناخذ سيت فراس، لي زيليف ديز كيلز اون فيني لو دوفوار الوغ بروفيسور، لي زيليف ديز كيلز اون فيني لو دوفوار الوغ بروفيسور. انهم قالوا الاستاذ ديالهم راه قالوا انهم سالاو الامتحان للاستاذ ديالهم. دونك هنايا لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هي هذه اللي مسطرين عليها حنايا بالابيض. وكان نسول لا كيسيون، لي زيليف ديز كيلز اون فيني لو دوفوار ا كي، لي زيليف ديز كيلز اون فيني لو دوفوار ا كي، لمن قالوها لمن. دونك الجواب هنايا ديما من كنسول عقلتو من كتكون قبل بريبوزيسيون موراها كي ولا كوا كيكون عندنا هو لو كومبليمون دوبجي ياش انديريكت، كيكون عندنا لو كومبليمون دوبجي انديريكت. ديما كنسول اكوا ولا دو كوا ولا
de qui. Donc هنا كيكون على complément d'objet indirect. Donc هنا les élèves disent qu'ils ont fini le devoir à qui. Donc هنا la réponse تكون leur professeur. Donc هنا تكون عندنا le rôle هنايا هو la fonction تكون عندنا هو complément d'objet indirect. ناخذ une deuxième une troisième phrase. ناخذ دابا هذا المثال هذا. Donc que tu viennes aujourd'hui me remplit de joie. مي غادي جيت هاد النهار غادي نشعر بالفرح. دونك هنايا الى لاحظتوا مزيان غتعرفوا ان لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هي كو تو فيان. لكن هنايا راه لاحظتوا فين جات هاد فين جات هاد هاد لا بروبوزيسيون فين جات. دونك جات عندي في الاول جات عندي في الاول. دونك هنايا غتلعب لنا هادوك هادي كتلعب لنا بحال الدور ديالاش ديال لو سوجي. جاتنا هنا كتلعب الدور ديال السوجي ديما ديما مي كتعقلوا عليها دائما مي كتشوفوا لا بروبوزيسيون سي بوردوني كومبليتي بدات هي الاولى بكو عرفوا هذاك السوجي عرفوها سوجي. دونك هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث ديال 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 لا فونكسيون دي فونكسيون ديال دي بروبوزيسيون سي بوردوني كومبليتي. غنشوفوا واحد النوع اخر بحال اللي شفنا في الدرس ديال بروبوزيسيون سي بوردوني غولاتيف. Donc, on a fait le jumelé. J'ai la certitude qu'elle réussira. On dit qu'elle réussira. On a fait le jumelé. Donc, on a fait le jumelé. On a fait le jumelé. La proposition subordonnée complète, on a fait le jumelé. On a fait le jumelé. Donc, on a fait le jumelé. J'ai la certitude de quoi? J'ai la certitude de quoi. Donc هنا غتقولوا لي استاذ بحال قبيله تقبيله كنا عندنا هنايا دو كوا خاصو يكون كومبليمون دوبجي انديريكت ياك دو كوا الى عقلتو كومبليمون دوبجي انديريكت. ولكن هنايا هاد دو كوا ما كترجعش على لو فيرب بحال كنقول جو مونج كوا ولا جو دوني لو ستيلو اكي بحال اللي شفنا قبيله لي زيليف ديز كيلزون فيني لو دوفوار اكي. هنايا هاد دوكو راه ما كترجعش لهاد دوكو ما كترجعش لو فيرب ديال اش هاد دوكو راه ديال لا سيرتيتود اللي هي ان نو اللي هي ان نو. دونك هنايا دونك هنا من نقول جي لا سيرتيتود دو كوا هنا راه ماشي كومبليمون دوبجي اندير لان دو كوا خاصها ترجع لو فيرب باش يكون كومبليمون دوبجي اندير. دونك ما كنسولش على الكومبليمون دو فيرب هنايا سي سي لو كومبليمون ديال من ديال هاد لا سيرتيتود ديال هاد لا سيرتيتود فوالا. دونك الجواب ديالك كي غيوسيغا. Donc là, on a la proposition subordonnée complétive, la bête note d'ordiel, complément de non. Complément de non. Donc on a la bête note, le complément de non. Et on a, qui me gna, voilà, on a de quoi, ramèche d'yel le verbe. Mais si me gna, j'ai quoi, me gna, j'ai quoi, j'ai la certitude de quoi. J'ai la certitude de quoi. Il y a de quoi, on a qu'un seul, la certitude. دونك هذا سي ان كومبليمون دو نو سي ان كومبليمون دو نو. دونك نشوفوا دابا القاعده. دونك كيما نشوفوا القاعده دونك اون بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليسيف اي اون بروبوزيسيون سوبوردوني بارتيكولير ايل دون دي بريسيزيون سور لو فيرب كتعطينا كيما قلنا ايل كومبليت لو سونس دو فيرب يعني كتكملنا لو فيرب. دونك كوم سون نو لانديك c'est presque toujours un complément. يعني دائما الاغلبيه راه كتكون هاد الكومبليتيف سوبوردوني كومبليتيف الاغلبيه كتكون كومبليمون سواء كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. ولكن بعض المرات بحال اللي شفنا دابا في المثال il peut aussi avoir le rôle de complément donnant بحال اللي شفنا دابا ولا تقدر تلعب لنا حتى لو رول دو سوجي. ولكن غالبا الاغلبيه ديالها كتلعب كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت الا في حالات خاصه بحال اللي شفنا هنايا في الدرس. Donc on a deux ultimes. Alors, je fais l'entraînement. C'est-à-dire la phase de l'entraînement. La phase de l'entraînement. Donc on va voir. On a regardé le jumelé. Les enfants veulent qu'on parle à leur père. Les enfants, Barin, ils ne nous ont pas dit. Donc, bien la proposition subordonnée complétive. Donc, vous voulez tout savoir pour cette fois. Donc, ok, n'ya. Des emails renseignés. Les enfants veulent qu'on parle à qui? Qu'on parle à qui? لمن هنا غيكون الجواب هو الوغ بيغ مي نقول اكي ولا دو كوا ولا ولا لي اون بريبوزيسيون نزيد عليها كوا ولا كي راه كتعطينا هذاك كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك هنايا كومبليمون دوبجي انديريكت.
دونك ناخذ وهذا ناخذ جمله واحده اخرى كو تي ديز لا فيريتي لي بغوغا تو لو موند. دونك هنا راه قلت لكم واحد النصيحه، اذا كانت عندي كو وجي موراه جي هي في الاولى لا بلاص ديالها هي اللي جايه في الاولى ديال لا فراز ديما عارفه سي تان سوجي كو تي ديز لا فيريتي كو تي اي باغ اكزومبل شي حاجه. دونك هذا كتكون عندنا سوجي. دونك نشوفو ناخذ جمله اخرى. جو بونس كو جاريفري دومان، جو بونس كو جاريفري دومان. دونك نسول السؤال لا بروبوزيسيون سي بوردين راه باينه جاريفري دومان. دونك جو بونس كوا، جو بونس كوا. دونك مين كنقول كوا عقل قلت جو بونس كوا ما قلتش. دونك كوا راجع لو فير جو بونس كوا. دونك لا ريبونس جاريفري دومان. دونك هنايا عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت، غتكون عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت. ناخدو كآخر مثال، دونك سي بارون غارد لاسبوار كيل روفياندرا. دونك نسولو السؤال، سي بارون غارد لاسبوار دو كوا؟ واش شنو قلت؟ سي بارون ما قالش غارد كوا، سي بارون غارد لاسبوار دو كوا؟ دو كوا؟ لأن لا لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هنايا شنو هي لمن كتعود هنايا هاد كيل غوفياندرا. دونك لمن كتعود كتعود على ليسبوار. فوالا سي بارون غار ليسبوار دو كوا، يعني هاد دو كوا ماشي ديال لو فيرب باش تقول لا سيد راه قلتي دو كوا راه خاصها تكون كومبليمون دوبجي انديريكت. لا قلت ليسبوار دو كوا ما قلتش غار كوا. دونك هنايا غتكون عندي هنايا فوالا دونك ليسبوار دو كوا. دونك غتكون عندنا هنا كومبليمون دو نو فوالا، حيت كنقولو ليسبوار دو كوا يعني دو كوا راه راجع على ليسبوار. دونك هذا اخر مثال في لونترينمون. دونك غنشوفو التمرين اللي عطاكم في تعطاكم في الامتحان، تعطاكم في الامتحان. دونك هنايا لو بورسونتاج دو 55 ا ريفيلي كي ليتي لارجومون انسوفيزون. دونك هنايا قبل منها لو فيرب، دونك لو فيرب غيجي موراه ان كومبليمون. غنصور راسك، غنصور راسك واش كومبليمون سا كونسونسيال دو مانيير ولا انديريكت كوم لو دوبجي ديريكت ولا سا كونسونسيال دو كونسيكونس. هادو غنشوفهم في الدرس اللي مورا هاد الجوج. دونك هنا غنسول السؤال لو بورسونت، هادي هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هي هادي كي ليتي لارجومون انسوفيزون. دونك غنشوفو الجواب ديال اش هادي. دونك غنسول السؤال لو بورسونتاج دو 55% ا ريفيلي كوا، ا ريفيلي كوا. دونك قلت ا ريفيلي كوا، دونك كوا كتعود على لو فيرب. دونك مي كنسول انا كوا باينه كتكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت بحال اللي مأشر انا هنا كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هذا هو كجواب الامتحان السؤال اللي تحت في الامتحان ديال العام اللي داز. دونك اخر دونك ندوزو لاخر مرحله اللي هي ايفالياسيون. دونك هنا كاين لا فونكسيون غراماتيكال دو لا سوبوردوني دو لا فراز سويفون. دونك هنايا كو تو اغيف دومان نو رومبلي دو جوا، دونك جو مو رومبلي دو جوا. دونك تجاوبونا عليها فوالا، هادي تجاوبوا عليها. وعندنا دوزيام فراز فوالا، ها هي لا دوزيام فراز. لا مير دو ياسمين دي كو لا فيت اورا ليو. غتقول لي هاد لا فراز هادي شنو هي لا فونكسيون غراماتيكال دو لا سوبوردوني؟ هنا تتخليو لي جواب في التعليق واش كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت ولا كومبليمون دو نون ولا سوجي. يلا التحق نجي نشوف ان شاء الله في الدرس اللاحق ان شاء الله اللي غيكون اللي هو مهم وغيكون على لو بيت فوقاش يكون البيت فوقاش يكون كونسيكونس نشوفو لا سيبوردوني سيركونسونسيال. دونك الى ذلك كنتمنى ان شاء الله تكونوا في الدرس فهمتوه وكل شيء واضح. الا كان شي سؤال ولا استفسار مرحبا خليه لي في التعليق، وما تنساوش الدعم ديالكم للقناه والله يسهل على اي واحد كيبدا مجهود في سبيل انه ان شاء الله ببركه لانه فضل الله وفضل المجهودات ديالو وكإشارة من الفيديو ديال إن شاء الله يكون من ناجحين في مباراة التعليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.